نحن مجلس محافظة حماة الحرة، نظمنا وقفة احتجاجية مع الأندية الرياضية بريف حماة حول مونديال المقام في روسيا، مونديال كأس العالم، والذي هذا المونديال هو شريك في الدم السوري. طبعا روسيا هي قاتل الشعب السوري، هي من تقوم على تهجير السوريين، هي من تقتل الأطفال والنساء، فعلى العالم مقاطعة هذا المونديال المقام في روسيا.